السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم جايب لكم عشبه. شنو العشبه هذه؟ الناردين. شنو هذه الناردين؟ تخيل هذه الناردين سووا عليها دراسه. شنو طلعت؟ طلعت الناس المدمنين على اساس يعطونهم اعراض انسحابيه من الادمان، شو يعطونهم؟ الناردين. زين اسالني ليش على اساس ليت تسولف حق شخص والله الناردين ياخذونه حق الناس المدمنين، يقول لك ليش؟ تقول لهم ما ادري، يقول لك يلا روح انتوا ناردينك. لان تفرز المورفينات دائما اللي يتعاطون دائما كذي، يبي هذا جرعته ما شنو يبي. فشنو الناردين؟ شنو تحفز الاندروفينات بجسمه يسترخي. لا خلاص اليوم ما ابي ادمن اليوم، تدري شلون؟ يبقى ما ابي ادمن خلاص بصير زين. الناردين، تخيل هذه العشبه موجوده بكل مكان بالارض. شنو هي الناردين؟ خلق اقول لكم بعد شنو. وايضا الناردين اي شخص فيه تشنجات فيه، عطى ناردين، عطى راح يريح. لا تخليه يتشنج يعني ايده تجي تمسك رقبتك ويعلق، قول له سمعت لا تخنق اشرب ناردين. الله صار زين. الناس اللي فيهم تشنجات، ويستخدم ايضا حق الناس اللي عندهم توحد، في التوحد العصبي اذا ياهل شيء ماسك شيء او متوحد بفكره معينه، عطى ناردين راح يريح راح يسترخي. شفتوا سحر هذا الناردين؟ موجود بكل مكان والله العظيم. مفروض احد يله ولد سموه ناردين، والله خلي الناردين ينتشر بكوكب الارض كله، خلي الناس كلها تسترخي واعصابها تصير زينه. ما خلصنا فيني ليني الناردين. والناس اللي عندها الوسواس القهري، انا اي ركعه صليت الثانيه ولا الثالثه يعيد من اول، انا مثل الفير راح يرد البيت هذا، ولا واذا صارت تراويح لا اجر بالمسجد احسن لك نام. الناس اللي عندها وسواس القهري، وفي نوع اللي كل شوي فكره تجيب باله يعيدها 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 يعيدها. واحد قفل سيارته، انا سكرتها ولا تلقاه برموتك شوي طوط طوط طوط، خلاص فكيتنا، بس فيها مليون سيارتك. الوسواس القهري من يشيله؟ الناردين. عندك وسواس قهري، عندك افكار وايد قاعد تتردد بمخك، اشرب الناردين الله يخليك وفكنه. ما يصير تتوضى 55 مرة، ما يصير خلاص، طب حوض سباحة وتوضى فيه على راحتك، قركت البيت كله ماي. وسواس القهري وخر عنه. شلون؟ الناردين. ما خلصنا خلكم. الناس اللي عندها تشنجات بالبطن اللي يسمونه العصب العاشر، الخامس اللي بالوي عصب العاشر، اذا صارت مثلا اي مشكله تناجر احس بطنه قاعد تتقطع او انقهر، والناس اللي عندهم قولون العصبي، الناردين. ما يصير انت تسمع ناردين، قول لي ليش عشان ليت تسولف بدوانيه انت قاعد كذي ناردين وبمصباحك كذي تسولف، شو يسوي الحين؟ البروتين اللي عندهم قولون العصبي، البروتين يدش مو قاعد ينهضم، فيدش بمكان غير مكان الامتصاص، فشنو؟ فيتخمر البروتين فيصير قولون عصبي. الناردين شو يسوي؟ يقوي حفظ المعدة، يعني البروتين راح يدش راح ينهضم مو نفس قبل ما ينهضم. عرفتوا سحر الناردين؟ عرفتوا؟ والله بشرب الناردين بس ما عندي. الناس اللي عندها مشكلة بالنوم، شلون يعني؟ لا خلنا نام، يلا تصبح على خير. ايش فيني مو قادر انام، ايش فيك؟ عسى ما والله ما يشفيني، يلا خلينا مرة. يتقلب نفس التمساح لما يعض الخرتيت، ايش فيك ما يشفيني. الناردين شو يسوي الناردين؟ تكفى اسألني. هذا اللي قاعد يتقلب نفس الكركودايل، شنو مشكلته؟ الميلاتونين مو فارز عنده. ميلاتونين هو مسؤول عن، موجود بالغدة الصنوبرية، مسؤول عن ارتخاء العيون، عن الاسترخاء. الميلاتونين مو موجود عندك. الناردين شنو يسوي؟ يضبط لك شنو؟ الميلاتونين يخليه يفرز. انت بعرف فلوسك زايده، ليش تشتري من الصيدليه؟ ليش؟ هذه اعشاب الله سبحانه وتعالى حاطها، خلاص بس كافي، ماشي انت وبقوطيك. ما يصير انت عايش على القوطي، ضاع القوطي شلون تسهر 40 يوم مثلا؟ والله عينك تطيح بالقاع. ناردين خلاص قلت لكم، اخذوا الناردين وتنام نومه هنيه نومه الغزلان، وتنام نومه هنيه نومه الغزلان بالبريه، خلاص هذه يدلعوا لي اهل دائما يقولوا لهم يا اخي خلاص ناردين ونام نومه الغزلان، لا تنام نومه القربان والخفافيش كلها تسهر. ناردين. الناس اللي عندهم تشنجات، يعني هو نايم مره واحده كذي يتشنج بالفراش، بطه ريله تشد، فخذه يشد، تبي شيء يريحك؟ انت قول شنو ناخذ؟ عشبه ناردين، خلاص الناردين موجوده.
تحصلون عند الحواي. اتمنى الحواي ما يشوف فيديوي لا يبيع لكم ناردين ب30 دينار. ناردين يا جماعه تحطونه بالماي وعليه شوي ليمون يسدحك حجي. حجي يسدحك يسدحك خليك تنام. تخيل شنو هذا الناردين العشب البسيط ناردين ناردين ناردين. خواتي الغالين اختي الغالية، لما تيجي الدورة الشهرية تحوش التقلصات. لحد يكلمني لحد يكلمني. يلا ما فيني شيء. بعد شوية تكرر عندك تقلصات بالرحم. أنا قادر ما أنا قادر. خربتي طلعتهم وردوك البيت. لو سمحتي بدال قوطي ستاربكس بدال موكا، لو سمحتي روح اشتري ناردين وفكينا من ازعاجك والآلام اللي انت كل شوي قاعد تشكي منها. الناردين يرخي آلام الدورة الشهرية. لا خفيفة يعني، مو نفس قبل عوار ومو قادرة. تقلصات بالرحم يشيلها لك. شنو هو الناردين؟ الناردين اخذوه شربوه مرة مرتين باليوم. انا راسي بيطيح كل شوي زوي كذي. خلاص شربوا الناردين اوكي، خذي لك خلي عندك قبل الدورة بعد الدورة بالدورة شربي الناردين. اتفقنا؟ خلنا نتكلم عن اعراضها. المرة المرضعة او المرة الحامل لا تستخدم الناردين اوكي، والناس اللي عندهم مشاكل بالكبد ضبط كبدك اول شيء بعدين صلح الناردين. الناردين شنو راح يسوي؟ راح مو راح يفرز الميلاتونين، راح ينظم الجسم. فلما يتنظم الجسم يقوم الجهاز الهضمي بكامل قوته، يقوم الجسم ينظف نفسه. وين يقط السموم؟ على الكبد. وعلى الكبد عندنا مو مضبوط، نضبط الكبد. انا حاط حلقه كامله على الكبد بالاكاونت عندي. وبعد شنو؟ الناردين قد يسبب لك دوخه او صداع. ليش؟ لان عدل ساعتك البيولوجيه. يعني انت دائما تنام مثلا الساعه 3 بالليل، لا راح يخليك تدوخ الساعه 10 الساعه 11. ليش؟ لان عدل الساعه البيولوجيه. بعد فتره خلاص راح يضبط عاد. انت مو تعاند تشرب ناردين وسهران، دخت خلاص حط راسك ونام. واشوفكم على خير وخليك مع بضاري. مع السلامه.